عقود مرت على هذه المدينة التربوية كما اختار لها مؤسسها وكثير من زوارها، وهي تنظم مثل هذه المهرجانات. كان احتفالا سنويا لتخليد ذكرى الاسم النبوي الشريف، فانتقل ليصبح مهرجانا دوليا للمديح. نلتقي في النسخة الرابعة للمهرجان الدولي للمديح النبوي ذكرى أشرف الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنتأمل في سيره وسيرته العطرة. اختلفت التسمية عما كانت عليه، لكن المضمون واحد، وهو مدح المصطفى والتعلق به. مع إطلالات من شيخ القرية الحاج بن المشري. وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضعت منك الأفق، هذا كلام العباس أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحدث العظيم اللي حالا مازال تامر يكترشف هي والروس والصين بهم هيك لا إله إلا الله اللي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن ربع سكان العالم مؤمن بهذه الرسالة والأمور اللي بتقدمها ومتقدمة دائما. وتميز مهرجان المديح في نسخته الحالية الرابعة من نوعها بحضور السلطات الإقليمية والمنتخبين. تشكل فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان المديح النبوي بقرية معطى مولانا منظمة أيام 22-23-24 من الشهر الجاري، برعاية وتوجيه من صاحب الفضيلة الشيخ الحاج المشري، فرصة كريمة لكافة المشاركين في هذه التظاهرة من محاضرين وفرق مديحية ستمكنهم بحول الله وقوته من استحضار شمائله صلى الله عليه وسلم. وضمن أعمال المهرجان قدمت معطى مولانا لزوارها مما عندها، وجله إنتاج محضري أصيل لم يخل من لمسات عصرنا. التوجه الأول نخبة ظهرت فيها الأهلية للتميز في العلوم الشرعية، وهؤلاء يوجهون المحاضر يتفرغون لها ويكون منهم إن شاء الله علماء مفتون ومدرسون المتون. وهكذا كتب للمدينة التربوية أن تنظم مهرجانها طيلة 3 أيام، بدأت من اليوم 7 للمولد واختتمت في 9 أيامه، مرورا بـ8 الأيام الذي يوافق اسم الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام.